السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. اليوم إن شاء الله موعدنا مع المجلس 11، والذي سوف نتكلم فيه عن حديث رضا الله في رضا الوالد. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات وأوجب الواجبات. أما عقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم وأبشع المهلكات. وقد قرن الله بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته سبحانه وتعالى، كما قرن شكرهما بشكره. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أصدقائي، تذكر فضل والديك عليك، فقد حملتك أمك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، وعند الوضع رأت الموت بعينيها، ولكن لما رأتك بجانبها زالت آلامها، رأت فيك البهجة والسعادة والحياة، ثم انشغلت بخدمتك ليلها ونهارها، وتسهر الليل كي تنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة إلى آخره. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أما أبوك فهو الذي يكد ويسعى من أجلك، ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش، لينفق عليك ويصلحك ويربيك. إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت إليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنك. هذان هما والديك، وتلك هي طفولتك وسباك. بر الوالدين يا أصدقائي يكون بالإحسان إليهما واللطف والشفقة والرحمة بهما، ويكون بتفقد أحوالهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن بر الوالدين إدخال السرور عليهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. والآن سأختم لكم بهذا النشيد الجميل: أمي ربة بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها، أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعانا
والله سنرعاها. وفقني الله وإياكم لبر الوالدين لننال رضا الله عز وجل ورضاهما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأتمنى أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو ما تنساش ديروا لايك وسبسكرايب، ترنوا جرس لكي تشجعوني على نشر المزيد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.